Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahnu min majmu'a daf'u adh-dhaka li ghairi muslimin. Wal al-yawm sanuqaddimu lakum wa sanabhas ma'an 'an qaryatu daf'u adh-dhaka ila ghairi muslimin fi Malaysia tahlil al-ara'ul ulama wa al-fatawa. Wa fi hadhihi al-majmu'a yatakawanu 3 ashkhas faqat wa hum Rabi'atul Adawiyah binti Johari, Siti Nur Syafiqah binti Hasif, Nasuha binti Ramli. Hai, assalamualaikum. Ismi Rabi'atul Adawiyah binti Johari. Wal al-yawm insya-Allah sa'uqaddimu lakum 'an ta'rif az-zakah fil lughah, ta'rif az-zakah fil istilah, mafhum az-zakah lil muslimin wa mafhum az-zakah li ghairi muslimin. Walakin ba'da wasil ila ta'rif az-zakah أريد لألخص قليل عن هذا البحث. كما قلت قبل قليل أن هذا البحث هو عن دفع الزكاة لغير المسلمين صح. طيب في هذا البحث وضعنا الآراء من العلماء عن دفع الزكاة لغير المسلمين ووضعنا أيضا الفتاوى من كل ولاية في ماليزيا عن دفع الزكاة في لغير المسلمين. نعطي عن الأسباب لماذا هذه الولاية قال يجوز عليهم ليعطي الزكاة لغير المسلمين ولماذا بعض ولاية قال لا يجوز. كل هذا سنبحث معا بعد قليل. أولا تعريف الزكاة في اللغة. الزكاة في اللغة هي معنيين، أولا النماء وثانيا الزيادة الطهارة. قال ابن فارس رضي الله عنه زكا الزاء والكاف والحرف المعتل أصل يدل على النماء وزيادة ويقال الطهارة زكاة المال. تعرف الزكاة في اللغة هناك أكثر من 3 ولكن اليوم سأقدم عن معنيين فقط. ولكن لو نبحث في الإنترنت أو في الكتب هناك أكثر. ثم تعريف الزكاة في الإصطلاح. الزكاة بأنها حصة مقدرة من المال فرضها الله تعالى للمستحقين الذين سماهم في كتابة العزيز، وهي القدر الواجب إخراجه للمستحقيه في المال الذي بلغ نصابا معينا بشروط مخصوص لطائفة مخصوصة. ثم مفهوم الزكاة للمسلمين. طيب يجب على كل مسلم لدفع الزكاة ويحصل الزكاة بشروط. ما هو شروطه؟ الشروط عن الزكاة سنبحث بعد قليل أيضا. ولكن لا يعطي الزكاة لغير المسلمين ولا ارتباك بين صداقة والزكاة، لأن هناك الفروق بينهما. هناك الفروق بين الزكاة والصداقة. الزكاة هي متعلقة بالمال، الصدقة أيضا هي متعلقة بالمال. فالمهم هنا يجب علينا لنعرف عن ما فرق بينهما، لأن ربما بعض من المسلمين هم ارتباك بين الزكاة والصدقة، لأن ليس كل مسلم هم يعرفون عن الزكاة بالدقة. هذا ممكن بسبب عائلة الخلفية أو ثقافتهم أو تربيتهم. طيب الزكاة في الذات هي بالمسلمين، وأما صدقة فمفتوح بالمسلمين وبغير المسلمين. وبعد ذلك المفهوم الزكاة لغير المسلمين. طيب دفع الزكاة هي واجبة على كل مسلمين، ولكن ليس بمعنى غير المسلمين لا يمكن لإعطاء المال للفقراء أو لمساعدة المسلم، لأننا نعيش في هذه الحياة
لِمُسَاعَدَةِ بَيْنَنَا سَوَاءٌ بَيْنَ الْفُقَرَاءِ وَالْأَغْنِيَاءِ أَوْ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ وَإِمَّا إِلَى ذَلِكَ وَلَكِنْ الْمُسَاعَدَةُ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ لَا نَقُولُ كَالزَّكَاةِ وَلَكِنْ نَقُولُ الصَّدَقَةُ أَوْ الْهَدَايَا أَوْ صِفَاتُ الْإِنْسَانِيَّةِ كُلُّ إِنْسَانٍ سَوَاءٌ أَكَانَ الْمُسْلِمُ أَوْ غَيْرُ الْمُسْلِمِ يَجِبْ عَلَيْنَا لِنُمْلِكَ صِفَاتُ الْإِنْسَانِيَّةِ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي ستي نشفيك بنت عسي. سأوصي إلى أحكام الزكاة على المسلمين وغير المسلمين في القرآن والسنة. أولا هيا نناقش عن أحكام الزكاة على المسلمين في القرآن والسنة. قبل ذلك كما المعروف أن الزكاة ركن من أركان الإسلام 5 وهي فريضة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة على كل المسلمين. كما قال الله تعالى في سورة البقرة آية 43 وآية الزكاة أي فرض الله على كل مسلم لأداء الزكاة. وكلمة آتو صيغة أمر يدل على وجوب. كما ورد في الحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم وتؤخذ من الأغنيائهم فطردوا في الفقرائهم. وهذا الحديث يدل على تأخذ الزكاة من الأغنياء المسلمين وكلمهم يشير إلى المسلمين. والكلمة فطردوا من الفقرائهم يشير إلى المسلمين فقط. إذن أن الزكاة تؤتي للفقراء والمساكين من المسلمين فقط وليس غير المسلمين. ثم من حيث إجماع فأجمع المسلمين على وجوب الزكاة إذا اكتمل شروطه. حيا نناقش عن الأحكام الزكاة على غير المسلمين في القرآن والسنة. قد اتفق المسلمين على أن فريضة الزكاة لا تجب على المسلمين لأنها فرع من الإسلام. إذا كان لا تجب على غير المسلمين فهي لا تصح منه أيضا بوصفها عبادة لو أداها، لأن شروط الأول وجوب الزكاة هو الإسلام. قال الله تعالى في سورة الفرقان آية 23 فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولكن من المعروف أن أعمال الخير تحقق عن العذاب في الآخرة فالعذاب في الآخرة دركت. ثم في السنة الحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوه إليهم شهادة أن لا إله إلا الله. هذا الحديث يدل قال النوري أن مطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام. ثم نناقش عن آراء العلماء في الزكاة لغير المسلمين. قد اختلف العلماء في الحكم دفع الزكاة لغير المسلمين من الفقراء والمساكين والغارمين وابن السبيل. يوجد رأيان في آراء العلماء عن الزكاة لغير المسلمين. أولا جمهور العلماء عدم جواز إعطاء الزكاة لغير المسلمين. كما ورد في الحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من الأغنيائهم فتردوا على الفقرائهم. وكلمة أغنيائهم يعود لأغنياء المسلمين قطعا، وعدم أخذ الزكاة من الأغنياء الكفار. والكلمة الفقرائهم تشير إلى الفقراء المسلمين. إذن لا يجوز أن تخصيص الزكاة للكفار الذين يحاربوا الإسلام. والرأي الثاني عند الحنيفة يجوز دفع الزكاة واجبة للمستحقها من غير المسلمين. كما يقول سرخسي إن زفر صاحب أبي الحنيفة يقول إعطاء الزكاة لغير المسلمين المحتاجين. كما ورد في سورة التوبة آية 60 إنما صدقات للفقراء والمساكين والعامدين عليها والمؤلفة قلوبهم. إذن قال أيضا أبو حنيفة يجوز إعطاء الزكاة لغير المسلمين في الكلمة مؤلفة قلوبهم أي تأليفا لقلبه إلى الإسلام ورجاؤه إسلامه. والكلمة للفقراء والمساكين يعود إلى المسلمين وغير المسلمين، وهذا لفظ أمور. في التحليل الفتاوى في ماليزيا لدفع الزكاة لغير المسلمين
ننظر في هذه الشاشة في هذا باي تشات. هناك بعض معظم من الولايات في ماليزيا قال لا يجوز لدفع الزكاة لغير المسلمين، ولكن هناك ربما 4 من الولايات في ماليزيا يجوز لدفع الزكاة لغير المسلمين. ما نرى في هذا الجدوى يوجد هناك فتاوى الولاية تسمح بالزكاة لغير المسلمين، وهناك أيضا بعض ولاية لا تسمح بإعطاء الزكاة لغير المسلمين بأسباب معينة. أولا ولاية التي تسمح زكاة لغير المسلمين وهي جوهور، صباه، برلي، سراوات. نرى أيضا في بعض الولايات في ماليزيا لا يتفقون ولا تسمح لإعطاء الزكاة لغير المسلمين في الفتاوى في ولاية كلانتان وباحنش وترنجانو وسلانجور ونيغري سمبيلان وبيرا وبولاو بينانش وكدا. هناك 12 المعلومات عن دفع الزكاة لغير المسلمين سواء يجوز أم لا، ولكن لا يوجد المعلومات في ولاية برسكوتوان وملاكا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اسمي نسوى بنتي رملي. إن شاء الله في هذا اليوم سأقدم عن شروط المستحق الزكاة للمسلمين. ومن المعلوم يجب على المسلم أن دفع الزكاة للأصناف 8 كما ذكر الله تعالى في كتابه العزيز في سورة التوبة الآية 60. ومن هذه الآيات القرآنية نفهم أن الزكاة يستحق إلى 8 الأصناف، ومنهم الفقراء والمساكين العامل المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغامرين وفي سبيل الله وابن السبيل. شروط المستحق الزكاة: أولا هو الفقراء. الفقير هو الذي لا يملك نصابا ناميا فائدا عن حاجته، أي عبارة أن فقد ما يحتاج إليه. الفقراء أشد الحاجة من المساكين، لأن في هذه الآية يبدأ الله بالفقراء. كما المعروف أن الأعراب أنها تبدأ بالأهم فالمهم. وثانيا المساكين، ومساكين في اصطلاح هو الذين يجدون فأكثر كفايته ونصفها، أو هو من له مال يبلغ نصف الكفاية فأكثر. ولكن المساكين لا يكفي لنفسه، والمساكين في أحسن حال من الفقراء، ويؤتي الزكاة للمساكين ليكملوا كفايته، مثل في الأكل والمسكن والكسوة وغيرها. وثالثا من شروط مستحق الزكاة إلى العامل. العامل هو الذي يتولى أمور الرجال في عمله وماله وملكه، وهو يستخرج عن الزكاة إلى أموال الأغنياء. ورابعا من شروط مستحق الزكاة إلى المؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم هم الذين يتألفون بالعطاء ويستمالوا إلى الإسلام أو التسبيح عليه. المؤلفة قلوبهم ينقسم إلى قسمين، وهم الكفار والمسلمون. وخامسا مصارف الزكاة من الرقاب هو العبد المملوك الذي من اشترى نفسه من سيده ثم فرض لهم من المال الزكاة سهما يعملون منه. مصارف الزكاة إلى الغامرين. مفهوم الغامر هو الذين يهملوا الديون وتعين عليهم أداؤها. الغارم عند أئمة الثلاثة وهم إمام المالك وإمام الشافعي وإمام أحمد ينقسم إلى نوعين، وهما غارم لمصلحة نفسه وغارم لمصلحة المجتمع. وسابعا في سبيل الله، يعني في النفقة في نصر دين الله وطريقته وشريعته التي شرعها الله تعالى بقتال أعدائه.
نسيب الغزاح في سبيل الله من الزكاة ما يشترون به في السلع والدواب والنفقة اللحوم حتى ولو كان من الأغنياء. وثامنا ابن السبيل، مفهوم ابن السبيل هو المسافر الغريب المنقطع في سفره عن أهله وماله، ولو كان غنيا في وطنه ولكن الفقير في حال سفره، ويسمى أيضا بابن السبيل. في هذا البحث أيضا نبحث عن القضايا الحالية في ماليزيا، عن فقه الزكاة لغير المسلمين، ونحن نختار من إحدى الأخبار من خلال قراءة في هذا الأخبار. قد اقترح بعض الوزير ليؤتي الزكاة لغير المسلمين. في ذلك القضية بعض الشعب الماليزيا يتفقون بهذه الفقرة، وبعض الآخر يتعارضون بهذه الفقرة. وبالإضافة إلى ذلك، يريد بعض الناس ليحفظوا المتساوية بين الأمة الإسلامية وغير المسلمين، ويسلبوا بعض الناس لمشاركة بعض المؤسسات الإسلامية مع غير المسلمين. ومن نظر الشعب الماليزيا لا يقبل هذه الفكرة، لأن جمع الزكاة من الأفراد والمؤسسات الإسلامية مثل تابونهاجي. والأهم من ذلك، نحن كشعب الماليزيا المسلم نحتاج أن نفهم أن من الخطيئة دفع الزكاة لغير المسلمين وفق الشريعة الإسلامية بدون المصلحة الخاصة ليفعلوا كذلك. ثم سنبحث عن الأخبار عن الزكاة لغير المسلم. طيب، يدل على هذا أخبار أن مفتي في سابه يتفق بدفع الزكاة إلى غير المسلمين، وتوزيع الزكاة بين غير المسلمين يسمى بالمجموعتين، وهما المصالح في قلوبهم، وثانيا من الذين التوفيق في قلوبهم. الدين الأم في ماليزيا هي الدين الإسلام، بيتبعه معظم من المجتمع في هذا البلاد، ومعظمهم هو المجتمع الملايوية. فالمسلم في هذا البلاد يستخدم المذهب من إمام الشافعي، والإمام الشافعي لا يوفق بدفع الزكاة لغير المسلمين. هناك الردود مختلف بين علماء الفقه، وخاصة من 4 مذهب، وهناك رأيان مختلفان قائمان بشأن هذه المسألة. نظرا المذهب من إمام الحنبلي والإمام المالكي عن هذه المسألة، من ناحية مرنه مثال أدفع الزكاة لغير المسلمين قد يقرب قلوبهم أكثر في الإسلام، ومن ناحية الأخرى الإمام الحنفي والإمام الشافعي لا يوافق مع هذه الممارسة على رغم عن أي دفع. الحمد لله، قد أكملنا هذه التقديم في البحث عن القضية فقه الزكاة لغير المسلمين. من هذا البحث اكتشفنا أن الأئمة الإسلامية محتاجون إلى فهم فقه الزكاة، خصوصا في مسائل الزكاة لغير المسلمين. ونحن نفهم أن يوجد الاختلاف عند العلماء الفقهية في هذه القضية، ولكن يجب علينا لنأخذ الآراء السليمة على أساس المصلحة لعامة الناس. وأخيرا نحصل عن المعلومات الكثيرة والوافرة من هذا البحث. رجاء الاستفادة من القراء والمستمعون من هذا البحث، وشكرا جزيلا لكم.